متى ستتحرر فلسطين برأيك؟ عندما تسترد الأمة إرادتها، أمة مستعبدة مرتهنة للاستعمار الأجنبي أو لحكام التخاذل والخيانة والتواطؤ وكذا، يعني رهنوا القضية وباعوها. يمكن النفط كمان كان عامل أساسي في تدمير معنويات الأمة، يمكن. فلازم تصير الأمة أقوى من النفط، لازم تصير الأمة أقوى من إسرائيل، بمعنى إرادتها، وحدتها، توحدها بالأفكار أساسا ثم بالمشروع السياسي. طيب ما الحركة الصهيونية شيء وافد غريب هجين ما لهش علاقة بالمنطقة، بس قدروا نظموا، كان في عقيدة معينة، وطبعا كان في دعم دولي غير محدود شرقا وغربا، بس كان في عصبية وعصب تنظيمي حديدة، وعملوا فرق انتحارية، وعملوا مجموعات مستوطنات، وعملوا قتلوا من شعب فلسطين قد ما بي، وبعدين عملوا جيش فعلا بس عملوه برا، واجا الجيش جاهز. هدي فلسطين احتلها الجيش، اجا بالمراكب جاهز، ونزل اقوى من كل الجيوش العربية انذاك، ولذلك انتصر. مش كان في شوية متطوعين عرب، يا فلسطين جينا لك، حملوا البنادق وراحوا بوجه دبابات وبوجه طيران وبوجه كذا والاخر. كانت يعني كاريكاتير، يعني بمعنى في حماسة عظيمة، في إرادة ممتازة، بس ما فيش إمكانيات.